قل هنيئا لنا بكم واحمدوا الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة التي أنعم الله عليكم بها، سواء في العمل أو في خدمة هؤلاء الأيتام. فكافي اليتيم أنا وهو كهاتين في الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فأكرر ما دعا به الأخوان في المساهمة، في الدعاء، في البذل، في كف الأذى. بعض الناس في المجالس يتكلم بكلام عن مثل هذه المشاريع وهذه الأوقاف فحشفا وسوء كيلة، لا هو متبرع ولا هو كاف إنسان عن هالمشاريع الخيرية. أنا أشهدي والله. فلذلك يا أخي قل خيرا وإلا فاصمت. أنا دخلت بقالة مرة فيها وأخذ من أخواننا الباكستانيين، والله أدبني يا أخوان. قلت يا أخي الناس يدخلون ويحاسبون ويمشون، ما تكلمت. قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وأختم بها والله. جزاك الله خير. طيب أبو نايف، سم اليوم شفت في الجمعية ما يبهج الخاطر ولا لا؟ أي أيوة والله. ويعني أسعدنا النشاط الجميل فيها. اللي وده يتبرع وش نقول له؟ قل له تبرع وانت لا تردد، لا تسوف. يمكن تموت الليلة ياخذ الهورات هالدراهم تنعمهم بوت، ما تدري، ولا يمكن تصدق لك بريال واحد. يا سلام. كم من الناس الآن، وذكرنا ذاك اللي كان معه ديدسون واقف عند إشاره مع الشبح، قل أخو أمس معك ديدسون اليوم شبح، قال ماتوا ابن عيلة. ترضى باتر يقولون لك عيالك؟ قوية والله يا أخي، قوية. ترضى يظن يا أخي، انفع نفسك الآن، انفع تبرع لو بريال، والله يكون هالريال له دور عظيم، ما تدري وش يقدم وش يدفعك لفوق. طيب بنطلق تحدي. يلا الآن بنطلق تحدي، وبإذن الله تعالى ما ننهي هذه الحلقة إلا هو تام بإذن الله. وعشمي في كل من يشاهدنا الآن اللي يقول تم. نعم، نبي نطلق الآن مبادرة 1000 سهم من 50 ريال نتحدى بها ضيوف الجمعية. نقول شوفوا جمهورنا، شوفوا أثره، شوفوا قوته، شوفوا حرصه، شوفوا إقباله على الله عز وجل. 1000 سهم من 50 ريال، سهم الأجاويد موجود عندكم في المتجر، انطلقوا إليه. خلونا الآن في الحلقة ذي نكمل 1000 سهم. وأنا أول واحد. أنت أول واحد. أنا أول واحد. رقم واحد. اثنين. رقم اثنين. في أحد بثلاثة. فيه ثلاثة. لا لا، في عندي اثنين. ايه؟ بيتبرعون. إيه. محمد القحطاني أبو عبد الله. أيوة. وعبد اللطيف القشعمي على سهم. أربعة أربعة، خمسة، ستة أسهم، سبعة أسهم، ثمانية أسهم، تسعة أسهم. إن بدأنا بتسعة الآن. ها. احنا تحدي لكم الحين. احنا ما احنا زكاتنا لجمعيتنا على فكره. 11 سهم الان احنا انطلقنا ب 11 سهم تمت هنا. ابغى باذن الله ما نخلص هالحلقه الا وحنا تامين 1000 سهم. ويا سلام لو اعطونا الان التطبيق حق الراجحي، خلينا نشوف اللي بيتبرع. يلا انا بمشي معهم. دقيقه من وقتك وبضغطه زر تكفى اليتيم وتنهي معاناه اسره عبر مساهمتك في وقف أيتام حائل، وذلك عبر مصرف الراجحي. ادخل التطبيق واختر أيقونة التحويل، اختر تحويل لجمعية خيرية، من القائمة اختر جمعيات رعاية الأيتام والخدمات الصحية، ابحث أو اختر الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بحائل، من حسابات الجمعية اختر حساب الوقف، تبرع بما تجود به نفسك. وهنيئا لك، تجارة لا ولن تخسر فيها بفضل الله تعالى. عليك بوقف اليتامى فخير به يبعث الروح يعلي البناء. مروان مروان، عطنا المتجر. المتجر عطناه بإسعادك للأيتام وغرس الفرحة في قلوبهم، تكن للنبي صلى الله عليه وسلم في الجنة جوار. جمعية رفاق سهلت لك ذلك وبخطوات سهلة ويسيرة. الآن ادخل متجرها الإلكتروني، اختر التبرع لوقف أيتام حائل، ثم اختر أحد أسهم الوقف أو تبرع بما تيسر لك، ثم اختر إتمام عملية الدفع بالطريقة التي تناسبك. ثم هنيئا لك أجر الكفالة والوقف ولمساهمتك في وقف أيتام حائل. تكن معهم وتصنع مستقبلهم.
عليك بوقف اليتامى فخير به يبعث الروح يعلي البناء. نعود إليكم الآن. يعني الراجحي والمتجر واضحة، اللي بينطلق ينطلق الآن، ونتمم بإذن الله تعالى هذه الألف سهم خلال حلقتنا. وعبد الكريم تلك الشهر خمسة أسهم. يا سلام، شوفوا الانطلاقة هذه والجمال هذا هو سبب يعني الأمن والأمان والخير والعطاء في هذا البلاد. الحمد لله.